السلام عليكم ورحمة الله. أنا الحقيقة كنت سجلت المحاضرة اللي فاتت كاملة فيها الكلاسيفيكيشنز وأنواع الفراكشرز بتاعة السب أكزيال سيرفايكال سباين، بس المحاضرة طولت قوي، وصلت قرب ساعة تقريبا، وده يعني يمكن بقى ممل شوية، ففضلت إن أنا أقسمها محاضرتين. فكانت كده المحاضرة رقم 6 على الكلاسيفيكيشن سيستمز، ودي المحاضرة السابعة إن شاء الله في موضوع السباين إنجريز، وهي التانية في موضوع السب أكزيال سيرفايكال سباين انجريز، ودي هنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل على انواع الفراكشرز بتاعه السب اكزيال سيرفايكال سباين. هنبدا نتكلم على الفراكشرز كده واحد واحد، وعندنا اتنين فراكشرز بساط في الاول ناخد فكره بسيطه عنهم. اول حاجه اسمها كلي شوفلرز فراكشر، وده زي الصوره دي كده، يعني الكسر اللي بيحصل في الناس اللي هم بينزحوا او بينقلوا الكلي اللي هو الطين او التراب او كده، وممكن يحصل في الناس اللي بينزحوا برضو التلج في الدول اللي فيها تلج كتير وكده. ده يعتبر زي لي ترم برضو، يعني ترم مش معبر قوي عن الفراكشر، او ترم مش طبي قوي يعني. ده عباره عن افالجن اوف سباينس بروسيسز، بيحصل غالبا في سي 7، وده اول مره اتوصف في منطقه اسمها بيرث في استراليا. الباث ميكانكس بتاعته او الميكانيزمز اوف انجري اللي ممكن تعمله منها كلي شوفلنج بقى، اللي هو اشهر حاجه، اللي هو اتسمى اصلا باسمها، يعني العمال او الناس اللي هم بينزحوا الطين بجاروف او بالمجرفه او الحاجه ديت. فبيقولوا ان الطين ممكن وهو بيرمي الطين يلزق في الجرافه، ويبقى فيه شد جامد على الماسلز اللي هي ماسكه في السباينس بروسيسز، ومنها الترابيزيس ماسل المشهوره اللي هي جايه من اول الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس فوق، وماسكه في كل السباينس بروسيسز بتاعه السيرفايكال والدورزال سباين. فبيحصل شد جامد على الترابيزيس ومنها للسباينس بروسيسز بتاعه السيرفايكال فيرتبري، فممكن يحصل فيها فراكشر. ممكن تحصل مع الويبلاش انجري، وان كنا احنا قلنا برضو في التعريف بتاع الويبلاش انجري ان المفروض ان هي معهاش فراكشر ولا ديسلوكيشن، فده برضو يعني ايه تجاوز في التعريف، وهو برضو الويبلاش انجري تعريف برضو اقرب للي تيرمز منه لميديكال تيرم يعني. ممكن يحصل مع الانجريز اللي بيحصل فيها شد على الدراع عموما ابوردز، زي ان واحد يكون بيقع مثلا ويمسك نفسه بدراعه، فهيبقى فيه شد جامد لفوق، وده ممكن يشد على المسلز بتاعه النك ويقطع او يكسر السباينس بروسيسز. ممكن يحصل مع نيك هايبر فليكشن، وممكن يحصل بدايركت بلو للسباينس بروسيسز، يعني واحد اتضرب بحاجه تقيله بشومه او عصايه او كده على السباينس بروسيسز دايركت، وده يعني مفهوم ومنطقي يعني. الفراكشرز دي لو هي ايزوليتد فهي غالبا ستيبل، مفيش منها مشكله. البيشنت لو هو نيورولوجيكالي انتكت فممكن تعمل الاستادز، تكمل الاستادز عشان تبقى شور بس ان هو ستيبل، تعمل فليكشن اكستنشن اكس رايز او تعمل سي تي سكان، لان زي ما قلنا في الاول ان في مجموعه من البيشنت بيبقى عندهم مالتيبل سباين انجريز، قلنا 20% من الحالات اللي بتشخص فيها سباين فراكشر هتلاقي عنده فراكشر تاني. لو ما لقيتش حاجه من الكلام ده كله، فكل اللي هتعمله ان هتخلي البيشنت فريجيد كولر طالما كان في وجع، لو الوجع استريح فهو مش محتاج حتى الاكسترنال سبورت، مش محتاجه يعني. بعد كده الفيرتيكال كومبريشن فراكشر، احنا بنقول ان انت عشان تعمل بيورلي كومبريسيف فورس، يعني عشان تضغط على السيرفايكال سباين بكومبريشن باجزي اللودنج يعني، فلو انت في نيوترال بوزيشن هو طبيعي فيه سيرفايكال لوردوزس، فلو انت عاوز الكومبريشن ده يبقى بيور كومبريشن معهوش فليكشن ولا اكستنشن، فانت محتاج ان النك تبقى في سلايتلي فليكسد بوزيشن عشان تعادل السيرفايكال لوردوزس الطبيعي. لو البيشنت بقى في سلايت فيكسد بوزيشن واتعمل عليه اكزي لودنج، فهو ده كده الفيرتيكال كومبريشن او البيور كومبريشن فورس، وده ممكن يعمل بيرست فراكشر، وممكن لو في ريترو بولسد فراجمنت في السباينال كانال فده ممكن يعمل ديفست، وده غالبا انستيبل فراكشر وممكن يحتاج سيرجري. بعد كده نتكلم على مجموعتين كبار من السب اكزل سيرفايكال سباين انجريز، وهما الفليكشن والاكستنشن انجريز. اولا الفليكشن انجريز بتمثل 15% من السيرفايكال سباين تروما، ومن اشهر الميكانيزمز بتاعتها الموتور فيكل اكسيدنتس فولز فروم هايت اند دايفنج انتو شال ووتر، وده من اشهر الميكانيزمز خصوصا في الفليكشن كومبريشن انجريز. الفليكشن كومبريشن انجريز دول نوعين هنتكلم عليهم بالتفصيل، تير دروب فراكشرز وكوادرانجولار فراكشرز. الفليكشن انجريز مع ديستراكشن ليها ثلاث انواع، منها الهايبر فليكشن سترين والسبلكسيشن واللوكت فاسيتس، بيقولوا عليها اللوكت فاسيتس او سبرانج فاسيتس او جامبت فاسيتس، كلها نفس المعنى، معناها ان الفاسيت الانفيرو ارتيكولار بروسس بتاع الفقره اللي فوق يبقى انتيريور للسوبيرو ارتيكولار بروسس بتاع الفقره اللي تحت. انا حاولت قدر المستطاع ان انا احاول اختصر الكلام اللي مكتوب في الفراكشرز دي، واحاول اعملها في صوره مخططات يعني وجداول تقرب المعلومه وكده، لان الكلام في الهاند بوك صعب شويه، ارجو ان هي ان شاء الله تكون ميسره بالمحاضره دي يعني. هنتكلم عليهم واحد واحد. فاول حاجه الكومبريشن فليكشن انجريز، واشهر ميكانيزم لها هو الدايفنج انتو شالو ووتر، زي الناس كده بينط في بحيره او حمام سباحه او كده ما فيهوش ميه كافيه.
فده ممكن يعمل زي ما قلنا كده تير دروب فراكشرز او كوادرانجولار فراكشرز، ممكن يبقى معاه بوستيرو اليمنت فراكشرز زي مثلا لامينا او سبانس بروسيسز، ممكن ده في 50% من الحالات، لكن ده بنتكلم على البوني فراكشرز يعني، لكن البوستيريور ليجمنتس انجري قليله في الحالات دي. يبقى صحيح الفراكشر غالبا ناحيه البودي قدام، لكن ممكن يبقى في البوستيريور اليمنتس، لكن البوستيريور ليجمنتس انجري قليله في الحالات دي. التريتمنت بتاع الحالات دي بيعتمد على السيفيريتي بتاعه الفراكشر، فلو في مايلد فراكشرز مفيش نيورولوجيكال ديفيسيت، مفيش ريتروبالشن لبوني فراجمنت في السباينال كانال، فهتعمل اكسترنال سبورت بس بريجيد اورثوسيس يعني ريجيد كولر مثلا، وتتابع بالاكسري لحد ما يحصل هيلينج غالبا من 6 اسابيع لحد 12 اسبوع اللي هو الرقم المشهور بتاعنا تقريبا 3 شهور. بتعمل اسسمنت للاستابيليتي بفليكشن اكستنشن اكس رايز، لو البيشنت ستيبل مفيش ابنورمال موفمنت فساعتها ممكن توقف لبس البريس اللي هو تعمله سبورت يعني. مور سيفير فراكشرز فده هتحتاج هالو براس والفيوجن ريت معاها عالي جدا بيوصل ل 90%. تعال بقى نتكلم على التير دروب والكوادرانجولر فراكشرز. اول واحد وصف التير دروب فراكشرز اسمه شنايدر اند كان، ودي بتمثل نسبه كبيره من السيرفايكال سباين تروما 5%. احنا قلنا ان كل الفليكشن انجريز 15%، التير دروب فراكشرز لوحدها 5% من السيرفايكال سباين تروما. التير دروب فراكشرز عشان تحصل في تو فورسز بيأثروا على السباين، اول حاجه كومبريشن اوف ذا انتيرير كولوم، تاني حاجه تنشن اون ديسكو ليجمنتس كومبلكس اللي هو غالبا بالفليكشن. ليها اشكال كتير التير دروب فراكشرز، الموست سيفير فورم يعني الصوره الكامله من التير دروب فراكشرز فيها مالتيبل انجريز، عباره عن ايه بقى؟ في كومبليت ديسربشن اوف اول ليجمنتس، كل الليجمنتس تشوفها في الام ار اي تيتويتد ايمج هتلاقي فيها هايبر انتنسيتي، يحصل ديسربشن للفاسيت جوينتس، يحصل ديسربشن للانترفيرتبرال ديسك، يحصل بوستيرو ديسبيسمنت اكتر من 3 مللي للفيرتبرال بادي في الكانال، ده غير الانتيريور ديسبيسمنت اللي بيحصل لجزء من البادي انتيريور، بس هما بيتكلموا على الجزء اللي هو فيه ريسك شويه ان هو يعمل كومبرومايزيشن للكانال ويعمل نيورولوجيكال ديفيسيت يعني. فلكن الاوريجينال ديسكريبشن بتاع التير دروب فراكشر كان بيتكلم على ديسبيسمنت للانفيرو مارجن بتاع الفيرتبرال بادي بوستيرولي انتو ذا كانال، يعني كان بيتكلم على الجزء الاخير بس اللي اتكلمنا عليه دوت. لكن الموست سيفير انجري يعني لو في فليكشن وكومبريشن اقصى حاجه ممكن يوصل لها ايه؟ ان يعمل الصوره اللي اتكلمنا عليها في الاول، complete disruption of all ligaments, facet joint, disc and displacement كمان. الفراكشر ده غالبا unstable والكلينيكال برزنتيشن بتاعه variable جدا، ممكن البيشنت يبقى intact، ممكن يبقى فيه quadriplegia، الكلام ده لو حصل displacement لبوني فراجمنت كبيره في الكنال فهتعمل quadriplegia غالبا، او يبقى فيه anterior cervical cord syndrome لو عمل الكومبريشن على الانتيريور بارت بتاع السبينال كورد والانتيريور سبينال ارتري فهتعمل يعني تروما او contusion او infarction في الانتيريور 2 thirds بتاع السبينال كورد. البوسيبل راديوجرافيك فايندنجز اللي ممكن تشوفها في حاله تير دروب فراكشر، يعني بيشنت كان فيه ميكانيزم اوف انجري عباره عن فليكشن وكومبريشن، انا قسمتها بطريقه السليك سكورينج، يعني في هتشوف ابنورماليتيز في البون في المورفولوجي، ابنورماليتيز في الديسكو ليجمنتس كومبلكس وده يشمل الفاسيت، وابنورماليتيز في السوفت تيشوز. ابنورماليتيز في البون تشمل ان يبقى فيه سمول شيب اوف بون، حته بون صغيره كده اللي بنقول عليها تير دروب، او تكون فراجمنت كبيره هنقول عليها لارج تريانجولار فراجمنت of the anterior inferior edge of the involved vertebral body. ال anterior inferior part بتاع ال vertebral body هيبقى مكسور، وبالتالي ده هشوفه في lateral view x-ray او ال sagittal CT reconstruction. ممكن يبقى فيه vertebral fracture في ال sagittal plane بيسموه sagittal split، ممكن يبقى في النص ال vertebral body بالظبط او off center يعني على احد الجانبين، وده هشوفه في ال AB x-ray او في ال coronal CT reconstruction. ممكن fracture بأي شكل تاني في ال vertebral body ممكن يحصل، ممكن يحصل زي ما قلنا posterior displacement of the fractured vertebra on the vertebra below يعني retrolysis، ودي ممكن تشوفها في lateral view او الاوبليك فيو اكس راي او السجيتال سي تي. ممكن يحصل anterior wedging of the fractured body ويحصل معاها kyphosis، ده لو حصل anterior wedging، وممكن يحصل lateral wedging في بعض الحالات برضو. الديسكو ليجمنتس كومبلكس التشينجز اللي ممكن تحصل فيه تشمل narrowing of the disc space تحت الفراكشر سايت، وده معناه ان غالبا الديسك ده فيه disruption، ممكن يحصل disruption of the facet joints لو في separation في الفاسيت جوينتس فممكن تشوفه في اللاترال فيو اكس راي او السجيتال سي تي. اخيرا السوفت تيشوز ممكن يبقى فيه بري فيرتبرال سوفت تيشو سويلنج. يبقى انت لو هي السيفير فورم ممكن تشوف كل الكلام ده موجود في حاله واحده، يعني مالتيبل بوني فراكشرز وديسبيسمنت وويدجنج وكايفوزس وهكذا مع disruption للديسكو ليجمنتس كومبلكس مع سوفت تيشو افكشن، وممكن في حاله ثانيه تشوف بعض الاليمنتس بس دي موجوده. ده مثال لحاله فيها لوكد فاسيت C3-4، فلاحظ هنا ده الفيرتبرا بودي بتاع C4 وده الفاسيت
الانفيرور ارتكولار بروسس بتاع سي 4 بقى انتيرور بالنسبه للسوبر ارتكولار بروسس بتاع سي 5. نفس الكلام على اللاترال فيو، هي دي مش لاترال، هي دي اوبليك، يعني هي دي ليفت انتيرور اوبليك اكس راي 60 درجه على الليفت سايد. فده الانفيرور ارتكولار بروسس بتاع سي 4، هنا بقى انتيرور للسوبر ارتكولار بروسس بتاع سي 5. هتلاحظ ان في سبوندرولايثيسس او هنقول عليه انترولايثيسس او سبلكسيشن لسي 4 على سي 5، وهتلاحظ العكس بالنسبه لسي 5 على سي 6، في ريترولايسيسس بالنسبه لسي 5 على سي 6، فسي 5 راجع لورا شويه، سي 4 طلع قدام شويه. وفي هنا التير دروب فراكشر اللي هي سمول تشيب اوف بون مكسوره من الانترو انفيرو بارت بتاع سي 5 فيرتبرال بودي. البوسترو انفيرو بارت بتاع سي 5 ممكن يبقى هنا فيه كسر وراجع ورا على السباينال كانال، ويبقى برضو جزء من التير دروب فراكشر. في بقى فراكشر تاني هو سيمبل عن تير دروب فراكشر اسمه افالجن فراكشر، وده عباره عن سمول تشيب اوف بون، حته بونه مكسوره من الانترو انفيرو بارت بتاع الفيرتبرال بودي، غالبا هتحصل مع تراكشن على الانتيرو ريتينال ليجمنت او الاي ال ال، ودي غالبا هتحصل في هايبر اكستنشن مش هايبر فليكشن زي التير دروب فراكشر. ده هو هيحصل هايبر اكستنشن فيحصل شد على الاي ال ال فيشد على الانترو انفيرو بارت بتاع الفيرتبرال بودي. لو الجزء ده اتكسر الانترو انفيرو بارت بتاع الفيرتبرال بودي فغالبا هيبقى معاه ديسربشن اوف ذا اي ال ال، لكن مش شرط يكون في انستابيليتي، يعني غالب الحالات دي بتبقى ستيبل. وعشان بقى تعمل تفرق بين التير دروب فراكشرز في الموست سيفير فورم او في الورست فورم على الافالجن فراكشرز، هو بيقول لك فكر في الحاجات النقط دي كلها. اول حاجه فكر في النيورولوجيك اكزامينشن بتاع البيشنت، البيشنت لو انتكت فهو اقرب ان هو يكون افالجن فراكشر مش تير دروب فراكشر. لو البون فراجمنت المكسوره سمول سايز فده اقرب ان هو يكون افالجن مش تير دروب فراكشر. لو الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في تير دروب فراكشرز في السيفير فورم مش موجوده فيبقى انت برضو كده ناحيه الافالجن فراكشر او ناحيه الاستيبل فراكشر، يعني ما يكونش فيه فيرتبرا بودي فراكشر ان ساجيتال بلين، ما يكونش فيه مال الاينمنت اوف فيرتبرال بوديز، ما يكونش فيه لوس للفيرتبرا بودي هايت او الديسك هايت، ما يكونش فيه بوستيريو اليمنت فراكشرز في السباينس بروسيسز او اللامينا، ما يكونش فيه بري فيرتبرال سوفت تيشو سويلنج. الحاجات دي لو موجوده فانت هتفكر ان هو تير دروب فراكشر، لو مش موجوده فانت هتفكر ان هو يكون افالجن فراكشر. فلو الكرايتيريا دي يعني الحاجات المنفيه دي، لو هي لو انت اتاكدت ان الحاجات دي مش موجوده يعني منفيه، فساعتها ممكن تعمل فليكشن اكستنشن سيرفايكال سباين اكس ريز. لو في ابنورمال موفمنت فهو كده اعتبره انستابل فراكشر، وفكر انت تعمل سي تي وتعمله مانجمنت كانه تير دروب فراكشر. طب لو عملت فليكشن اكستنشن اكس ريز مفيش ابنورمال موفمنت فانت هنا ستيبل فراكشر، ممكن تعمل تشارج للبيشنت على ريجيد كولر وتعيد، بس بيقول ان انت تعيد بس الاشعه بعد من 4 لـ 7 ايام، بيقول ان لو في بين بيعمل سبازم في البارافيرتبرال ماسلز او النيك ماسلز، وده نفسه ممكن يعمل مينتنس للالاينمنت بتاع السيرفايكال فيرتبري. فعشان بس كده بتستنى لما البين يستريح وبالتالي السبازم غالبا يستريح، وتعيد الفليكشن اكستنشن اكس ريز. لو لسه ستيبل مفيش ابنورمال موفمنت فخلاص تقدر توقف الكولر وتعمل ديستشارج للبيشنت ان هو كده مش محتاج حاجه. لو الكرايتيريا مش موجوده يعني لو انت بقى عندك بقى فيرتبرال بودي فراكشرز، في لوس اوف فيرتبرال بودي هايت او ديسك سبيس هايت، او في بري فيرتبرال سوفت تيشو سويلنج، فده يعتبر انستابل فراكشر، ساعتها انت ما تعملش فليكشن اكستنشن اكس ريز، لا روح على طول اعمل سي تي عشان تعمل اسسمنت للفراكشر بشكل كويس، خصوصا الفراكشرز اللي ممكن تبقى مزد في الاكس راي زي الساجيتال بلين فراكشرز بتاعه الفيرتبرال بودي. برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل لها اسسمنت وتكون محتاج تعملها اسسمنت لو انت شكيت ان ده انستابل فراكشر، ان انت تعمل ام ار اي، وده هيعمل لك اسسمنت للليجمنتس والديسك، ودي من الفاكتورز المهمه اللي بتخليك تقسم البيشنت لستيبل او انستابل فراكشر. بعد ما تعمل ام ار اي هيساعدك ده كتير في السيرجيكال ديسيجن، لو الديسك والليجمنتس انتكت فهتعمل هتحط البيشنت في هالو براس لحد ما الفراكشر يحصل له هيلينج، وبعد كده تعمل فليكشن اكستنشن اكس ريز. لو ستيبل فممكن توقف الهالو براس، لو انا ستيبل في ساعتها هتروح للسيرجري. لو انت من الاول عملت ام ار اي وفي ديسك او ليجمنتس انجري فبرضه هتروح للسيرجري على طول. الابروتش بتاع السيرجري بتشوف حسب الانجري اكتر فين، لو الانجري برايمرلي بوستيريور يعني في ديستربشن للبوستيريور ليجمنتس للفاسيت جوينتس ومفيش انتيرور كومبرومايز للكنال، مفيش البوني فراجمنت اللي هي ريتروبالست في الكنال، فساعتها ممكن تعمل بوستيريور فيوجن مع او بدون ديكومبريشن. لو هي سيفير انجري وفي كنال كومبرومايز فساعتها ممكن تحتاج كومباين سيرجري، تعمل انتيرور ديكومبريشن زي كوربكتومي مثلا وتعمل فيوجن، غالبا هيبقى لو انت عملت اي سي دي اف، لو هو مثلا ديسك هتعمل اي سي دي اف وانتيرور بليتنج، لو عملت كوربكتومي فهتحط مش وانتيرور بليتنج برضه، وبعد كده
بتروح بوستيريور، بتعمل بقى وايرنج، تعمل لاترال ماس سكروز ورودز زي ما يكون، بس يعني ممكن تعمل 360 فيكسيشن، وده من الحاجات اللي هي بتخلي البيشنت بوست اوبراتيف ما يحتاجش براس لو انت عملت 360 اي فيوجن يعني انتيرير وبوستيرير. ده الكلام على التير دروب فراكشر والتفرقه بينه وبين الافالجن فراكشر. بعد كده الفليكشن كومبريشن انجريز الثانيه اللي هي الكوادرانجولار فراكشر، ده له فور فيتشرز كلها حاجات في البون ما عدا اخر نقطه بس. في البون ممكن تلاقي اوبليك فيرتيبرال بادي فراكشر، يعني هتلاقي فراكشر ماشي فروم انترو سوبيرير للانفيرور اند بليت، ممكن تلاقي سبلكسيشن للفراكشر فيرتيبرا على الفيرتيبرا بيلو، ممكن يبقى في انجولار كايفوزس. الحاجه بقى اللي في الديسكو ليجمنتس كومبلكس ان يبقى في ديسربشن للديسك او الانتيرور او البوستيرور ليجمنتس، ده لو هو ايه برضو في الورست كيس سيناريو او في اسوأ وضع. يعني التريتمنت ده غالبا بيحتاج كومبايند ابروتش انتيرور بوستيرور فيوجن او 360 فيوجن. دي اللي هي الكومبريشن فليكشن انجريز. بعد كده الديستراكشن فليكشن انجريز ليها ثلاثه فورمز، مايلد ومودريت وسيفير. المايلد هايبر فليكشن سبرين، المودريت هي ماينور سبلكسيشن، والسيفير بايلاترال لوكد فاسيتس. كنا قلنا في الكومبريشن فليكشن انجريز ان الانجري بتاع البوستيريور بوني ستراكشرز الى حد ما كومن 50%، لكن الانجري بتاع البوستيريور ليجمنتس مش كومن. هنا بقى العكس، هنا مع الفليكشن ديستراكشن الانجري بتاع البوستيريور ليجمنتس غالبا بيحصل ايرلي، وممكن من الحاجات اللي تشككك فيه حتى من اول ما تعمل اكس راي ان يبقى فيه وايدرنج اوف ذا انتر سباينس ديستانس. زي ما قلنا كده عندنا ثلاثه فورمز، اول حاجه مايلد اللي هي الهايبر فليكشن سبرين، ده بيور ليجمنتس انجري اوف ذا بوستيريور ليجمنتس كومبلكس بس مفيش بوني فراكشر. ده ممكن يبقى مزد لو انت بس عامل اكس راي، لان زي ما قلنا انت ممكن يبقى فيه نورمال الاينمنت لو انت في نيوترال بوزيشن اكس راي، فساعتها ممكن تحتاج تعمل فليكشن اكستنشن اكس رايز. وزي ما قلنا كده ان السباز هو نفسه ممكن يحافظ على الالاينمنت، فمحتاج ممكن تحتاج تتابع البيشنت. يعني فالاول هتلبسه بريجيد كولر، وبعد كده لو كان البين بيرزيستنت لحد اسبوع او اتنين بعد التروما، فممكن تحتاج تعيد الاشعاعات تاني اللي هي الفليكشن اكستنشن اكس رايز، عشان بس تتاكد ان الالاينمنت لسه مينتيند زي ما كان مينتيند في اول اشعه انت عملتها. دي البوسيبل راديوجرافيك فايندنجز اللي ممكن تشوفها في حاله هايبر فليكشن سبرين. في حاجات في المورفولوجي وحاجات في الديسكو ليجمنتس كومبلكس. في المورفولوجي او البون ممكن يبقى فيه كايفوتيك انجيوليشن، ممكن يبقى فيه انتيرير روتيشن او سلايد سبلكسيشن من 1 ل 3 مللي بس، انكريزد ديستانس بتوين ذا بوستيريور كورتكس اوف سبلكسد فيرتيبرال بودي، يعني البوستيريور ايدج بتاع الفيرتيبرال بودي بتاع الفقره، والانتيرير كورتكس بتاع الارتيكولار ماسز اوف ذا سبجيشن اوف ذا سبجيشن فيرتيبرا، يعني المسافة ما بين البوستيريور مارجن بتاع الفيرتيبرال بودي والانتيريور مارجن بتاع اللاترال ماس او الارتيكولار ماس بتاع الفقره اللي تحتها. ممكن يبقى فيه فانينج زي ما قلنا او وايدنينج اوف ذا انتر سباينس اكس راي، ودي هتشوفها في اللاترال فيو سيرفايكال سباين اكس راي، وبيقولوا ممكن تشوفها في الاي بي كمان وان كانت هي دايما اوضح في اللاترال فيو اكس راي. الديسكو ليجمنتس كومبلكس ممكن يبقى فيه انتيريور ناروينج اند بوستيريور وايدنينج اوف ذا ديسك سبيس، ديسك سبيس من قدام ضيق ومن ورا واسع، او يكون في anterior and superior displacement of the superior facets يعني widening of the facet joint. المودريت فورم بتاعت الديستراكشن فليكشن انجريز هي السبلكسيشن، ممكن يبقى فيه horizontal subluxation اكتر من 3.5 ملي او angulation اكتر من 11 درجه، وفي الحاله دي انت تخاف ان انت تعمل فليكشن اكستنشن اكس ريز. لكن لو السبلكسيشن دوت او الانجيوليشن اقل من الارقام دي، يعني اقل من 3.5 ملي او انجيوليشن اقل من 11 درجه، فساعتها ممكن تعمل فليكشن اكستنشن اكس ريز عشان تعمل اسسمنت للاستابيليتي، ولو مفيش ابنورمال موفمنت فتقدر تعمل ديسشارج للبيشنت، وحتى مش محتاج خالص ان هو يلبس كولر. الورست فورم بقى من الديستراكشن فليكشن انجريز هي اللوكت فاسيتس، وعندنا تو فورمز او تو جريدز اوف سيفيريتي للموفمنت بتاعه الفاسيتس. اللوكد فاسيتس ان الوضع الطبيعي بتاع الفاسيت يتغير. الوضع الطبيعي اللي هو ايه، ان الانفيرور ارتيكولار بروسس بتاع الفقره اللي فوق بيبقى بوستيريور للسوبيرور ارتيكولار بروسس بتاع الفقره اللي تحت، وده بيسموه شنجلد ريليشن شيب، ان هو نايم فوقه، يعني الفاسيت اللي فوق نايم على الفاسيت اللي تحت او عامل زي السقف بالنسبه له يعني. فعشان يحصل لوكينج بقى الوضع ده هيتعكس، الانفيرور ارتيكولار بروس بتاع الفقره اللي فوق هيبقى انتيرور مش بوستيرور بالنسبه للسوبيرور ارتيكولار بروس بتاع الفقره اللي تحت، وده معناه ان في ديسربشن للفاسيت كبسول. البرشت فاسيتس يعني الفاسيتس في سيفير ليجامنتس ديسربشن او سيجنيفيكانت ليجامنتس ديسربشن، لكن ما حصلش لوكينج، يعني الفاسيت هيتحرك هيبعدوا عن بعض لدرجه هي اقل من اللوكينج، فالانفيرور ارتيكولار بروس بتاع الفقره اللي فوق هيتحرك انتيرور بالنسبه للسوبيرور ارتيكولار بروس بتاع الفقره اللي تحت، بس مش هيبقى لوكت. اللوكينج ده ممكن يبقى يونيلاترال او بايلاترال. الميكانيزم اوف انجري في حاله اليونيلاترال
لوكينج بيبقى غالبا فليكشن مع روتيشن، في البايلاترال لوكد فاست بيبقى غالبا هايبر فليكشن، يعني فليكشن بدرجه اكبر من اللي تعمل يونيلاترال لوكد فاست. النيورولوجيك ديفيسيت اكيد هو اقل في اليونيلاترال لوكد فاست، فالبيشنت ربعهم تقريبا انتكت، قرب 40% ممكن يبقى فيهم رود ديفيسيت، وده متوقع لان اللوكينج اليونيلاترال بيخلي الانفير ارتكولار بروسس بتاع الفقره اللي فوق يدخل على الفورامن ويعمل لها ناروينج او كومبرومايزيشن. ممكن يحصل انكمبليت سبان كورد انجري في حوالي 5 الحالات، وكمبليت كوادريبليجيا في حوالي 15% من الحالات. قارن بقى الكلام ده بالبايلاترال لوكد فاسيتس، الديفيسيت فيه اعلى بكتير، اقل من 10% بس من البيشنتس هم انتكت، وممكن توصل لحد 80-90% من البيشنتس فيهم كومبليت كوادريبليجيا. في بعض الحالات ممكن يحصل نيرف روت ديفيسيتس، ده قليل، او انكمبليت سبان كورد انجري حوالي تقريبا يعني من 5 لربع الحالات. البايلاترال لوكد فاسيتس يعتبر انجري لحد ما برير، وده معناه ان في ديسربشن للليجمنتس بتاعه الابوفيزيال جوينتس اللي هي الفاسيت جوينتس، ولكل الليجمنتس، الليجمنتم فلافم واللونجيتودنال ليجمنتس والانتر سباينس ليجمنتس والانيولس بتاعه الديسك كمان، وده اشهر ما يكون في الليفل بتاع C5-6 وC6-7، وممكن يبقى معاه ادجيسنت فراكشرز في حوالي نص الحالات، فيرتبرا بودي فراكشرز، فراكشرز في الفاسيت، في اللامينا، في البيديكال، او اي جزء من السيرفايكال فيرتبري. الريديوغرافيك اسسمنت كالعاده بيبدا بالسيرفايكال سباين اكس راي، سواء هو يونيلاترال او بايلاترال لوكد فاسيت، هيبقى فيه سبلكسيشن، لو يونيلاترال هيبقى اسمه روتاتوري سبلكسيشن، الفقره بتلف على الفقره اللي تحتها، لو بايلاترال لوكد فاسيت هيبقى اسمه انتيريور سبلكسيشن. في البايلاترال لوكد فاسيت بيبقى فيه اكتر من 50% سبلكسيشن في اللاترال فيو سيرفايكال سباين اكس راي. اليونيلاترال لوكد فاسيت لو في الاي بي فيو هتلاقي ان الريسبانس بروسس عامل روتيشن، يعني رايح ناحيه اللوكد فاسيت، فده هتشوفه في الاي بي فيو ان الريسبانس بروسيسز مش كلها على خط واحد، في واحد واخد جنب، فالجنب اللي هو رايح له دوت هو جنب اللي فيه يونيلاترال لوكد فاسيت. في اللاترال فيو حاجه اسمها باو تاي ساين، المفروض ان انت لما تبص في اللاترال فيو بتشوف الفاسيت سوبر امبوست، يعني بيبقى صورتهم على بعضها كانهم فاسيت واحد بس. لو حصل يونيلاترال لوكد فاسيت فهتشوف التو فاسيتس جنب بعض، منظر كده عامل زي الفيونكه بتاعه البدله، بيقولوا عليه با وتاي ساين. ومن الحاجات اللي ممكن تشوفها في اللاترال فيو كمان ان يبقى فيه اللي قلنا عليه فانينج او وايدنينج اوف ذا انتر سباينس سبيس، يعني المسافه ما بين السباينس بروسيسز تبقى واسعه عن الطبيعي. ممكن تعمل اوبليك فيو اللي هي بتورينا الفورامن، زي ما قلنا كده الفورامن غالبا كومبرومايزد بالفاسيت اللي حصل له لوكينج، فممكن تعمل اوبليك فيو 60 درجه سواء ليفت او رايت، انتيريور اوبليك فيو، واحده هتوريك الرايت سايد واحده هتوريك الليفت سايد. كل الكلام اللي اتكلمنا عليه دوت هيبان بشكل اوضح في السي تي، بالذات الساجيتال ريكونستراكشن هيوريك اللوكت فاسيت بشكل واضح جدا، وهيوريك الكومبرومايزد نيورال فورامين وهكذا. لو عملت اجزل سي تي في حاجه اسمها نيكت فاسيت ساين، الفاسيت المكشوف او الظاهر، ان انت بتشوف الارتيكولر فاسيت بتاع الفاسيت اللي هو حصل له لوكينج، وكمان في نفس المنظر الاكسيال سي تي هيوريك الروتيشن بتاع الفقره على الفقره اللي تحتها. لازم تعمل ام ار اي عشان تطمن ان مفيش تروماتيك ديسك هيرنيشن، وتطمن على الليجمنتس. التروماتيك ديسك هيرنيشن بيحصل في حوالي 80% يعني غالب حالات البايلاترال لوكد فاسيت، وده من الحاجات اللي هي بتخلي الكلوزد ريدكشن كونترا انديكيتد، ودي حاجه مهمه جدا ان انت لو في لوكد فاسيت وعاوز تعمل كلوزد ريدكشن يعني مانوال ريدكشن قبل السيرجري، فلازم تعمل ام ار اي قبل الريدكشن دوت عشان تطمن على الديسك سبيس. ده مثال ليونيلاترال لوكد فاسيت سي 4 5، فهنا هتلاقي الفيرتبرال بودي بتاع سي 4 لافف ناحيه الرايت سايد، وهنا بيوريك شكل النورمال فاسيت وده شكل اللوكد فاسيت. المانجمنت بتاع اللوكد فاسيتس ممكن تعمل ريدكشن، الريدكشن ده ممكن يبقى كلوزد يعني مانوال ريدكشن، كلوزد ريدكشن اوف لوكد فاسيتس، وزي ما قلنا من اشتراطاته ان انت تعمل ام ار اي الاول، ممكن يبقى اوبن ريدكشن يعني هتعمل سيرجري عشان تعمل ريدكشن الاول وبالتالي بعدها هتعمل استابيلايزيشن، او ان انت تعمل كلوزد ريدكشن وبعد كده تعمل استابيلايزيشن سيرجري في مرحله تانية. اول حاجه الكلوزد ريدكشن اوف لوكد فاسيتس ده ممكن يتعمل لو البيشنت نيورولوجيكالي انتكت، يعني هو المينتال ستيتس بتاعته كويسه وواعي، ممكن تعمله وهو صاحي، بتديله بس انالجيزيا يعني بتدي سترونج انالجيزيك، وبندي كمان ممكن مصر ريلاكسنت، وبتبدا تعمل ريدكشن. لو البيشنت كانوا بي اسيست نيورولوجيكالي، زي ما يكون مثلا لو هو مثلا فنتليتد، فممكن تستخدم سوماتوسنسوري ايفوكت بوتنشال وموتور ايفوكت بوتنشال مونيتورنج، ده كبديل للنيورولوجيكال اسيسمنت مع اللاترال فيو سيرفايكال سباين اكس راي اللي بتعملها بالسي ار. في تو ميثودز اوف كلوز ريدكشن، اول حاجه التراكشن اللي هو بالويت، يعني انت بتحط ويتس وبتزودها تدريجي، وده بيستخدم اكتر في اليونايتد ستيتس في امريكا، والطريقه الثانيه اللي هي المانيبيوليشن
يوجوالي اندر انستيزيا، ودي طريقه اقل شهره في الاستخدام ولكن هي اشهر في اوروبا عن امريكا. المانيبيوليشن دوت عباره عن ان انت بتعمل اكسل تراكشن بايدك، يعني بتعمل اكسل تراكشن ممكن يبقى معاه انجيوليشن او روتيشن لحد ما تعمل ريدكشن تحت الفلوروسكوبي. لكن التراكشن بقى اللي هو بنستخدم فيه الويتس، بتبدا بويت هما بيقيسوه طبعا بالباونس عشان هو مشهور في امريكا. يعني بتقول مثلا انت عندك فيرتيبرال ليفل وليكن مثلا سي 5 6 ديسلوكيشن، فانا هاخد رقم 5 دوت واضربه في 3 يبقى 15 15 باوند اللي هما تقريبا 7 كيلو، يبقى بدايه التراكشن ب 7 كيلو. بعد كده هتزود من 5 ل 10 باوندز كل من 10 دقائق لربع ساعه تقريبا، اللي هو تقريبا 5 كيلو مثلا او اقل شويه كل ربع ساعه تدريجي كده لحد ما تعمل ايه، توصل الالاينمنت المطلوب. والمتابعه زي ما بقولنا كلينيكال، سواء نيورولوجيك اسيسمنت او بالمونيتورنج مع الفلوروسكوبي، يعني الاكس راي اللي بتعملها بالسي ار تو افويد اوفر ديستراكشن، ان انت طبعا ما تعملش اوفر ديستراكشن سواء في الاندكس ليفل اللي هو الليفل بتاع التروما او الديسلوكيشن او في النورمال ليفلز حتى اللي فوقه واللي تحته. يعني الاند بوينت، يعني امتى هوقف تراكشن، انا بزود ويتس امتى اوقف تراكشن؟ اول حاجه ان انت ما تعديش من 5 ل 10 باوند لكل فيرتيبرال ليفل. يعني لو انا مثلا شغال على سي 5 يبقى انا الماكسيمم بتاعي لو ضربت 5 في 10 ب 50 باوند، يعني تقريبا مش هعدي ال 25 كيلو. او ان يحصل ديستراكشن للبرشت او اللوكت فاسيتس، او ان يحصل ريدكشن، لو انت وصلت الريدكشن المطلوب فخلاص هتوقف. لو لقيت فيه اوكسيبيتو سيرفايكال انستابيليتي برضه، دي من الحاجات اللي اندينجرنج البيشنت نيورولوجيكالي، فلازم هتقف. لو اي ديسك سبيس سواء عند الاريا اوف ديستوكيشن او في نورمال ليفل عدت 10 ملي، ده اوفر ديستراكشن برضه هتوقف. او لو حصل نيورولوجيك ديتيريوريشن او ديتيريوريشن في المونيتورنج اللي هو سوماتو سنسوري او الموتور ايفوكد بوتنشال. في حالات اليونيلاترال لوكد فاسيتس ممكن تزود مع التراكشن مع الويتس اللي بتحطها، ممكن تعمل تورشن ناحيه السايد بتاع اللوكد فاسيتس. في حالات البايلاترال لوكد فاسيتس ممكن تزود مانوال بوستيريور تنشن، ممكن تحط كده رول او جاون او اي حاجه زي كده تحت الاوكسيبت وتعمل بوستيريور تنشن. لما تفتح الفاسيتس، يعني الفاسيتس تبقى بيرشت او ديستراكتد، يعني خلاص انت رديت الفاسيت الانفيرو ارتيكولار بروسس بتاع الفقره اللي فوق بقى بوستيريور للسوبيرو ارتيكولار بروسس بتاع الفقره اللي تحت، فهتبدا تقلل الويتس تدريجي، وده غالبا هيرجع الفاسيت على الفاسيت، يبقى انت كده عملت الريدكشن المطلوب. بيقولوا انه يفضل انت تسيب البيشنت في سلايد فليكشن، ده ممكن يحافظ على الريدكشن اللي انت عملته. وبيقولوا كمان انت ممكن تسيب عليه ويت قليل، ممكن 10 باوندز مثلا اللي هو اقل من 5 كيلو، ده ممكن يحافظ على الريدكشن عشان ما يحصلش ريديسلوكيشن تاني. دي الحاجات الادويه اللي هي ممكن تستخدم مع الموضوع دوت. ممكن تدي مصر ريلاكسيشن، بتحتاج تدي انالجيزيا قويه، ممكن تدي دايزبام او ناركوتكس، ممكن زي ما قلنا الحالات الصعبه ممكن تحتاج جنرال انستيزيا بس هتحتاج معاها نيورو مونيتورنج لو متاح. الديس ادفانتجز بتاعه الكلوز ريدكشن، اول حاجه ان هو بيفيل في حوالي ربع الحالات بالذات البايلاترال لوكد فاسيتس. في ريسك ان يحصل اوفر ديستراكشن او يحصل وورسننج للفراكشرز موجوده، في ريسك ان يحصل نيورولوجيك وورسننج طبعا بالذات لو في تروماتيك ديسك هيرنيشن، عشان كده قلنا ان لازم تعمل ام ار اي قبل ريدكشن. لكن لو لا قدر الله عملت ريدكشن او عملت تراكشن يعني وحصل ديفست، فساعتها لازم هتصور ام ار اي تاني، لان ممكن يكون حصل تروماتيك ديسك هيرنيشن وده ممكن يحتاج ايمرجنسي سيرجري. من الحاجات اللي المنتقده على ريدكشن ان هو بيزود وقت وبين للبيشنت وممكن ريسك كمان، وفي الغالب انت البيشنت حتى بعد ما تعمل له ريدكشن فهتحتاج سيرجيكال فيوجن او ستابلايزيشن، فليه ما تعملش اوبن ريدكشن وستابلايزيشن في نفس السيشن وخلاص. يعني لو عملت كلوز ريدكشن، لو الريدكشن ده كان سكسسفول، فزي ما قلنا كده ممكن تسيب البيشنت في سلايد فليكشن مع شويه ويت كده يحافظ على الريدكشن اللي اتعمل، وساعتها هتفكر هل انت محتاج تحط البيشنت في اكسترنال ستابلايزيشن يعني في براس بس في هالو فيست مثلا بس، ولا محتاج تعمل انترنال ستابلايزيشن او اوبرتيف ستابلايزيشن يعني تعمل سيرجري عشان تعمل فيوجن. لو الريدكشن كان فيلت طبعا ده مشهور زي ما قلنا اكتر في حالات البايلاترال لوكد فاسيتس، فساعتها هتحتاج تعمل اوبن ريدكشن وفيكسيشن في نفس السيشن. في الحالات اللي هي الريدكشن فيها كان سكسسفول وممكن تعمل فيها اكسترنال ستابلايزيشن ببراس بس او هالو فيست مثلا، فبيقولوا ان من الحالات اللي هي بينفع معاها الهالو فيست امبوبلايزيشن لو في فراكشر فراجمنتس حوالين الارتيكولار سيرفيسز، فالحالات دي ممكن بعد الكلوز ريدكشن تحط البيشنت في هالو فيست وتتابعه بس باكس ريز عشان تطمن ان ما بيحصلش ريديسلوكيشن تاني. وبعد ما تشيل الهالو اللي هو برده غالبا 3 شهور زي ما احنا متعودين، فهتحتاج تعمل تاني فليكشن اكستنشن اكس ريز. لو البيشنت ستيبل مفيش ابنورمال موفمنت يبقى موضوعه خلص،
لو لسه في ابنورمال موفمنت فساعتها هتروح للسيرجري. عشان كده في ناس بتقول ان لا، هو من الاول حتى لو انت الكلوز ريدكشن كان سكسسفول فبرضه روح للسيرجري، لان في نسبه كبيره من الحالات بتوصل لثلاث ارباع الحالات من حالات اليونيلاترال او بايلاترال لوكت فاسيتس حتى بعد الريدكشن والهالو فيست بيبقى فيها بيقولوا عليها بور اناتوميك ريزلت، يعني ممكن يحصل فيوجن بس في وضع مش كويس، وده ممكن يخلي فيه كرونيك نيك بين، فالاوتكم ممكن يكون مش كويس يعني، وده ممكن يرجح السيرجيكال فيوجن بعد اي حاله تعمل فيها حتى سكسسفل كلوزد ريدكشن. ده الكلوزد ريدكشن. بعد كده نتكلم على الاوبن ريدكشن بتاع اللوكد فاسيتس. له ثلاثة ابروتشز، بوستيرير وانتيرير او كومبايند ابروتش، انتيرير زائد بوستيرير اللي هو 360 ديجريز فيوجن. البوستيرير ابروتش ده مور كومن وبتعمل فيه دريلنج للسوبيرور اسبيكت بتاع الارتيكولار فاسيت اوف ذا ليفل بيلو، يعني بتشيل جزء من السوبيرور ارتيكولار بروسس اوف ذا فيرتبرا بيلو عشان تقدر تعمل ريدكشن. وممكن كمان تحتاج فورامينوتومي، لان زي ما قلنا كده الانفيرور ارتيكولار بروسس بتاع الفقره اللي فوق بيبقى عامل كومبرومايزيشن للفورامين، فهتعمل فورامينوتومي عشان تشوف الروت وتعمل له ديكومبريشن. الانتيرور ابروتش عباره عن ان انت بتشيل الديسك عند الليفل اللي فيه سبلكسيشن او ديسلوكيشن وبتعمل اكسبلوريشن للابيديورال سبيس. المفروض ان ده انسب لو حاله انت عملت فيها ام ار اي وكان فيها تروماتيك ديسك هيرنيشن، فده انسب. وممكن بعد ما تفضي الديسك تعمل ريدكشن بمانيوال تراكشن. الكومبايند ابروتش ده بيعمل اكتر سبورت للليفل دوت، وبتعمل فيه انتيرور اي سي دي اف مثلا مع بليتنج، وبوستيرور لاترال ماس سكروز مع رودز، وده في الحاله اللي هتعمل فيها كومبايند ابروتش، يعني انتيرور بوستيرور ما بتحتاجش بوست اوبراتيف اكسترنال استابلايزيشن خالص. الحالات اللي بتحتاج سيرجيكال استابلايزيشن او فيوجن، الحالات اللي بيبقى الكلوز ريدكشن فيها سكسسفول، وحتى لو فيل فانت هتحتاج برضو سيرجري عشان تعمل اوبن ريدكشن وبعد كده استابلايزيشن. الحالات اللي ما فيهاش بون فراجمنتس عند الفاسيت فراكشر، يعني الحالات دي غالبا الانستابيليتي فيها سببها ليجامنتس، وزي ما قلنا كده الليجامنتس انجريز الهيلينج فيها اقل بمسافه عن البوني انجريز. وزي ما قلنا قبل ما تعمل سيرجري وقبل ما تعمل ريدكشن لازم تعمل ام ار اي تو اسس ذا ديسك اند ليجامنتس. البوستيرور ابروتش بريفيرد، هو اصلا هو الموست كومن ابروتش يوزد في حالات البايلاترال لوكد فاسيتس، هو مفضل بالذات لو انت ما عندكش انتيرور ماسز، يعني لو ما عندكش انتيرور كومبرومايزيشن للسباينال كانال، ما عندكش تروماتيك ديسك هيرنيشن، ما عندكش لارج اوستيوفيتيك سبيرز، يعني الموضوع بس هو لوكد فاسيتس وسبلكسيشن، فساعتها البوستيرور ابروتش مفضل. لو السبلكسيشن بتاع البوديز اكتر من تلت الفيرتبرال بودي ويدث، وده معناه ان في سيفير بوستيرور ليجمنتس انجري، وده برضو اقرب ان هو يحتاج ستابلايزيشن وفيوجن. ولو في فراكشرز اوف ذا بوستيرور اليمنتس، كل الانديكيشنز دي البوستيرور ابروتش فيها افضل. البوستيرور ابروتش بيبقى مانداتوري لو في ان ريديوسابل ديسلوكيشن، لو في ديسلوكيشن وما قدرتش تعمل له ريدكشن اللي هو الكلوزد ريدكشن يعني، فانت هنا مضطر ان انت تعمل له اوبن ريدكشن، وهو غالبا بوستيرور ابروتش. ده اخر الكلام على الفليكشن انجريز. بعد كده هنتكلم على الاكستنشن انجريز، والاكستنشن انجريز ممكن بتعمل سباين كورد انجري وذاوت ابارنت او سيجنيفيكانت بوني انجري. الاكستنشن انجريز برضو ممكن يبقى ليها اسوسيشن مع الكاروتيد ارتري دايسكشنز، ودي من الايتيمز اللي احنا يمكن مش بنركز فيها قوي. الانجريز بتاعت الميجر ارتريز الكاروتيدز والفيرتبرالز. الاكستنشن انجريز لو اكتنج الون، لو بيشنت حصل له هايبر اكستنشن بس مفيش كومبريشن ولا ديستراكشن، فده بيعمل ماينور انجريز غالبا في البوستيرير بوني ستراكشرز اللي هي السباينس بروسيسز اللامينا، دي غالبا ستيبل فراكشرز ما بتحتاجش سيرجري. لو اكستنشن انجري معاها كومبريشن فدي بتعمل لاترال ماس اند فاسيت فراكشرز، وده من الموضوعات المهمه هنتكلم عليها بالتفصيل شويه ان شاء الله. بس قبل ما ندخل فيها نقول كلمه كده على الاكستنشن انجري وذاوت سيجنيفيكانت او ابارنت بوني انجري. دي ليجنز بيبقى فيها سباينال كورد انجري وذاوت بوني انجري، ودي بتشمل السنترال كورد سيندروم، ودي اشهر في الاولدر ادلتس اللي فيهم سيرفايكال سبونديلوزس، يعني الجينيراتيف تشينجز بتاعه السيرفايكال سباين زي النارو سباينال كانال مثلا، في اوستيوفيتيك سبيرز مثلا مع اكستنشن انجري فبتعمل سنترال كورد سيندروم في الالدرلي. حاجه اسمها سباينال كورد انجري وذاوت اوبفيوس راديوجرافيك ابنورماليتي او اسمها سكيورا، دي بتحصل في اليانج تشيلدرن، هنتكلم عليها ان شاء الله لوحدها في محاضره كده على البيدياتريك سيرفايكال سباين انجريز. وممكن يحصل سيرفايكال سباين انجري وذ رابشر اوف ذا اي ال ال اور انترافيرتبرال ديسك، ده غالبا في الميدل ايجد ادلتس اللي بيحصل فيهم هايبر اكستنشن ديسلوكيشن، وبعد كده بيحصل ريدكشن ايميديتلي بعد التروما. فدي انواع واشكال من الاكستنشن انجري اللي بتافكت الكورد وما بيكونش فيها سيجنيفيكانت بوني انجري. سنترال كورد سيندروم في الالدرلي، سكيورا في اليانج تشيلدرن،
وسبينال كورد انجري مع ديسربشن للاي ال ال والديسك في الميدل ايجد ادلتس. ندخل بقى في الكلام المهم بتاع السيرفايكال لاترال ماس والفاسيت فراكشرز، ودي الكلاسيفيكيشن بتاعت الفراكشرز دي، هما 4 تايبس وتقريبا 3 ارباع الحالات اللي بيبقى فيها فراكشر من الفراكشرز دي بيبقى فيها سبلكسيشن للفيرتبرا انتيريو سبلكسيشن. يعني فاول نوع من الفراكشرز هو السيبريشن فراكشر، ان يبقى فيه فراكشر في احد اللامينس على الرايت او ليفت سايد معاه ابسي لاترال بيديكال فراكشر. عندنا هنا لامينا فراكشر على الرايت سايد مثلا فمعاها بيديكولر فراكشر على نفس السايد، وبالتالي فالارتيكولر ماس بقت فلوتنج، بقت سايبه وماشيه لوحدها. اللاترال ماس دي ممكن يحصل لها روتيشن فورورد وبيقولوا عليها هوريزونتاليزيشن اوف ذا فاسيت. الميكانيزم هنا غالبا اكستنشن مع كومبريشن وروتيشن، وممكن يبقى ليها اسوسيشن مع ديسربشن اوف ذا انتيريور لونجيتودينال ليجامنت او الديسك. النيورولوجيك ديفيسيت في الحالات دي كومن، والحاله دي تعتبر انستابل غالبا بتحتاج سيرجري. النوع الثاني كومينيوتد فراكشرز في مالتيبل فراكشر بوينتس، ودي غالبا ليها اسوسيشن مع لاترال انجيوليشن ديفورميتي، لان غالبا الكومبريسيف فورس هنا كانت جايه على ناحيه واحده. ثالث نوع هو السبليت فراكشر، ده كورونالي اورينتد فيرتيكال فراكشر في لاترال ماس واحده، وبيحصل ان السوبيرو ارتيكولار بروسيس بتاع الفقره اللي تحتي بانفاجينيتد في الفراكشر سايت زي ما هو في الصوره دي كده، بيبقى داخل في مكان الفراكشر سايت. المهم ان ده فيرتيكال فراكشر. الهوريزونتال فراكشر بقى ده لو باي لاترال هيبقى اسمه تروماتيك سبوندلولايثيسيس، ده بقى اللي هو زي هانجمانز فراكشر كده في السي 2 او الاكسس. بايلاترال هوريزونتال فراكشر ثرو ذا بارز انتر ارتيكولاريس، وبالتالي هيفصل الانتيرور سبينال اليمنتس عن البوستيرور سبينال اليمنتس، وده ممكن يحصل معاه سبلكسيشن او انترولايثيسيس. فدي انواع اللاترال ماس والفاسيت فراكشرز: سيبريشن فراكشر ان اللاترال ماس تتفصل، كومينيوتد فراكشر، سبليت فراكشر ده فيرتيكال، او تروماتيك سبوندلولايثيسيس ده هوريزونتال فراكشر. عشان تحدد مانجمنت ديسيجن سواء اوبرتيف او نون اوبرتيف مانجمنت، فمحتاج تقيس طولين كده، حاجه اسمها فراكشر فراجمنت هايت وحاجه اسمها لاترال ماس هايت. تعال نشوف على الصوره دي على طول كده. الفراكشر فراجمنت هايت هو الماكسيمم تيب تو تيب كفالو كودال هايت اوف ذا فراكشرد فراجمنت على سجتا ديكونستراكشن سي تي. فبتشوف اعلى حته في السوبيرو ارتيكولار بروسيس بتاع الفقره المكسوره واخر نقطه عند الفراكشر، وهتقيس الطول دوت، ده اسمه فراكشر فراجمنت هايت، ماكسيمم تيب تو تيب كفالو كودال هايت اون ساجيتال سي تي ريكونستراكشن. اللاترال ماس هايت بقى بتقيس الطول اللاترال ماس من اعلى نقطه في السوبيرو ارتيكولار بروسيس لاخر نقطه تحت في الانفيرو ارتيكولار بروسيس، فهو الماكسيمم تيب تو تيب كفالو كودال هايت بتاع اللاترال ماس برضه في الساجيتال سي تي ريكونستراكشن. بس اللي بيحصل ان انت بتقيس الفراكشر فراجمنت دي كده وبتقيس اللاترال ماس هايت على نفس الفقره بس على اللاترال ماس السليمه اللي هي الناحيه الثانيه. بس هو في الصوره دي على الهاند بوك هنا هو راسم بس من باب التمثيل، يعني هو قايس اللاترال ماس هايت على الفقره اللي فوقها، بس في الطبيعي انت بتقيس الفراكشر فراجمنت هايت في الكات دوت وبتتحرك على نفس الفقره ديت علشان تجيب اللاترال ماس السليمه على الاوبوزيت سايت وتقيس عليها اللاترال ماس هايت، لان اللاترال ماس هايت ممكن يتغير من فقره لفقره. فلو انت عندك الفراكشر فراجمنت هايت دوت ده اكتر من 1 سم فالحاله دي غالبا هتبقى فيلد ميديكال او يعني كونزرفاتيف مانجمنت وغالبا هتحتاج سيرجري. وبرده لو الفراكشر فراجمنت هايت اكتر من 40% من طول اللاترال ماس هايت فدي برده غالبا هتبقى فيلد كونزرفاتيف مانجمنت وغالبا هتحتاج سيرجري. فافتكر ياسين قياس ال1 سم بالنسبه للفراكشر فراجمنت هايت، ونسبه 40% النسبه بين الفراكشر فراجمنت هايت واللاترال ماس هايت. طيب الحالات اللي هتحتاج سيرجري، السيرجيكال ابروتش ممكن يبقى انتيرير او بوستيرير. الانتيرو ابروتش له ميزه اساسيه ان انت غالبا بتعمل فيكسيشن لليفل واحد بس. البوستيرو ابروتش غالبا انت بتعمل ليفل فوق وليفل تحت الفراكشر سايت، وغالبا بتعدي الفراكشر سايت لان هي اللاترال ماس اصلا مكسوره، فيعني هيبقى صعب ان انت تحط فيها لاترال ماس سكرو. فميزه الانتيرو ابروتش انت بتثبت ليفل واحد، يعني انا مثلا عندي وليكن سي 5 لاترال ماس فراكشر مثلا، فهثبت سي 5 6 ده كده ليفل واحد فيكسيشن او فيوجن. لكن لو انا عندي سي 5 لاترال ماس فراكشر فهحتاج اثبت سي 4 في سي 6 لو انا هعمل بوستيرو ابروتش بلاترال ماس او بيديكال سكروز ورودز مثلا. فميزه الانتيرو ابروتش الاساسيه ان انت بتعمل فيوجن في ليفل واحد. لكن الانتيرو ابروتش له كذا عيب، اول حاجه ان الديكومبريشن بتاع الكومبريسنج فراجمنتس ممكن ما تقدرش تعمله فروم انتيرو ابروتش، يعني الكومبريسيف فراجمنتس دي ممكن تيجي على الفورم مثلا ممكن يبقى صعب ان انت تعملها ديكومبريشن بالانتيرو ابروتش او تيجي على الكورد وهكذا. النقطه الثانيه انت بتعمل ديسربشن لاريا هي ممكن تكون مش كومبرومايزد، يعني لو البيشنت فيه سبلكسيشن انتيريور فانا اتوقع الاي ال ممكن يبقى كومبرومايزد والديسك ممكن يبقى كومبرومايزد، لكن لو مفيش سبلكسيشن
فانت هتفتح من قدام، هتفتح الايه ال ال وهتفتح الديسك عشان تعمل فيوجن، فساعتها انت تعمل كومبرومايزيشن لستراكشرز هي غالبا انتكت، فده عيبه. في المقابل البوستيرو ابروتش زي ما قلنا من عيوبه ان انت بتاخد ليفل زياده، انت بتثبت فوق وتحت الفراكشر سايت، ده لو انت هتعمل فيكسيشن بسكروز ورودز سواء لاترال ماس او بيديكال سكروز. في بديل للكلام ده ان انت تعمل اوستيوسينثيسز، ان انت تعمل بريزرفيشن للموشن، هتجيب بس سيرفايكال بيديكال سكرو واحد وهتحطه في الفراكشر سايت بحيث ان هو ياخد الفراكشر فراجمنت. زي ايه يعني؟ خلينا نرجع بقى للتايبس بتاعت اللاترال ماس والفاست فراكشرز، ده ينفع في سيبريشن فراكشر. هتجيب بيديكال سكرو واحد وممكن يكون لاج سكرو وهتدخله على الفراكشر سايت بحيث تمسك البيديكال في بعضها، ده اسمه اوستيوسينثيسز او اسمها موشن بريزرفيشن تكنيك، ان انت هنا ما عملتش فيكسيشن لمالتيبل ليفلز، لا عملت فيكسيشن لوان ليفل ولا حتى لتو ليفلز بالبوستير ابروتشز العاديه. طبعا بعض الحالات بتحتاج كومبايند ابروتشز انتيرير وبوستيرير. بشكركم لحسن الاستماع، ان شاء الله في محاضره جايه نتكلم ان جنرال بقى على المانجمنت بتاع السب اكسل سيرفايكال سباين انجري فراكشرز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.